الوزير السويلمي السيد سعيد أكد في ديسمبر 22 أن اللجنة مدعوة لاسترجاع ما قدره 13.5 مليار دينار إلى الشعب التونسي وتحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر. انقضت 6 أشهر الأولى، جدد لهم 6 أشهر ثانية، هي تجديد يجدد مرة واحدة أمام هذه الحصيلة، لأنه هو بزيارة التاريخ بزيارة 16 مارس 23 قال سعيد نفسه، قال إن الحصيلة صفراً صفر، الحصيلة صفر. يعني بعضهم يقول كما يقول الماكلة راي مسوسة نقصة منها، هو قاعد يبدل في المغارف. تعليقك حول هذه الإعفاءات وحصيلة ما وعد به سعيد باسترجاع الأموال المنهوبة من لصوص الداخل صفر إلى حد الآن؟ نعم، شكرا أخ حسين، السلام عليكم مرة أخرى، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا سلسلة انهيارات وسلسلة الوعود الواهية، هذه حلقة من حلقاتها، ما نقدرش نفصلها على الوعود الأخرى، لأنه هو شو يعمل يعني هو قبل، إذا كان يتذكروا المتابعين قبل، ما قالش راني مش نجيب مليارات زرقاء من عند الصلح بالصلح الجزائي، لا ما قالش حتى، هو قبل قال ألو؟ نسمع فيك سيناء سردين. أي هو قبل قال روح على البلاد راي لبس عليها وعندها ثروة والناس مجرمين هذول باركين عليهم ونصوصهم باركين عليهم، هاو باش يمشوا باش نسترجع سيادة البلاد، باش نسترجع القرار، باش نسترجع مؤسسات البلاد المختطفة، وباش نضخ الأموال، باش نعطي أموال الناس، باش نفرق على أموال الناس، وباش تصبح تونس جنة. بعدين ما ظهرش هذا، بعد قال وقت بدا يفهم شوي، لأنه هو صفر سيادة، هو مش سنة أولى سيادة، حتى مش سنة تعبيرية سيادة، وقت بدا يفهم بدا يتحط على انه السياسيين والرؤساء الاحزاب وهم اللي عندهم فلوس ومليارات زرقاء وهذا باش ترجعها، وبدا يحضر تحضر ليه فكره اللي ضخوها على مدى 10 سنوات الوسط وغيره والاعلام والنخب المفلسه اللي ضخوها وعندهم فلوس، هاي مليارات هاو الماز هاو كذا، هو لانه عنده ما يسمى بالسذاجه الدنيا، مش الدرجة مش درجة فوقية لأخذ درجة سفلة، فصدق الأشياء ذاك. بعدين تعلق بقشة الأحزاب وكذا وأموال ومليارتها باش ترجعوهم وكذا، والغنوشي 2700 مليار وذية قيادات كبيرة في الحملة نتاعه وقالوها راه هذا كافي باش يغطي باش يخلص نصف ديون تونس وما نعرفش شنو، ومرة نزلوها على مليارات الغنوشي اللي باش يسترجعها. نعم صحيح. إذا تحدثنا على أساس ما كماش أموال تونس مش ثرية ومش غني، رجعنا نزلنا درجة أخرى ما لقاش الأموال المليارات هذه بتاع الأحزاب بتاع باش يسترجعها، وين مشى؟ مشى رجال الأعمال. هو الحمار القصير هذايا، والناس اللي مش يفهم الأمر هذا مش يفهم أنه عملية أنت لما تدمر رجال الأعمال هم قبل في العشرية، الناس اللي متحالفين معاه الآن وأحزمته أجلوا قاموا بعملية إجلاء إجرامية للاستثمار، بقى المستثمر الوطني وبعض المستثمرين الآخرين اللي طلبتهم علاقة واللي ربما محميين دوليا. نعم، المستثمر الوطني الآن هو يلعب في آخر ورقة، يحب ينجز عظم، يحب المستثمر الوطني يزيد يقوم له بعملية إجلاء وإفلاس، لأنه لما يعمل جريمة هذه جريمة الضغط هذه على الناس اللي جابها هذوك يضغط عليها بقوة. ليش عمل إقالات؟ هو عمل إقالات لأن الناس هذه عندهم حد أدنى من الاختصاص، الناس هذه ما تقدرش تمشي لواحد تقول له أنت 1 2 3 4 5 يضخ مليارات تو وهات مليار خلينا نهز قيس سعيد. هو إنسان بدوي في الجانب هذا، هو إنسان ظلمة في الجانب معاملة المالية، هو ما يفرقش بين المليار والمليون والبليار. فالسيد هذا ضغط على اللجنة هذه، اللجنة هذه عندها خيارين، أما تمشي تنتحر تباصي الناس كل جي أي رجل أعمال تورط تقول له يا تربط في الحبس ونصبحوا عصابة ونصبحوا نستنسخوا في التجربة اللي عملها محمد بن سلمان وقت مشى رجال أعمال، وعلى الأقل هم رجال أعمال عندهم مليارات كبيرة، عندهم أموال زرقاء قادرين باش يعوضوا، يهبر لهم الربع نتاع أموالهم. نعم، نتاع أموالهم قادرين باش يعوضوا. السيد هذا لما قاعد يضغط على الإقالات هذه، شنو معناها الإقالات هذه؟ الإقالات هذه معناها ما جبتوش الأموال، ما جبتوش المليارات، لازم تجيبوها، وهذه عملية ضغط. وش بقى؟ وش نقصوا نحن بعد الإقالات هذه وإقالة الرئيس تاعه؟ شو نقصوا أن المجموعة اللي بقت باش تصبح تتحول إلى عصابة وباش تصبح
تجبر رجال الاعمال اما نفسك اما ندمرك وتعطيني فلوس يا خويا هاولاد اللي خنقني صاحب القرار خرجني اللي بديه مؤسسات الطلبه اللي بديه الحرس والدوله والامن واجهزه والجيش والسجن والمحاكم راهو قال لي بسرعه يلزمك تعمل حل. اذا هو راجل ضايق ما حبش يبقى يسمع يقول ها هو التقنية ها هو الأمور كيفاش تصير هاي كيفاش الصلح يتم ها هو المساحة الزمنية تها هاي تجارب أخرى كيفاش تمت وكيفاش قطع عشرات السنين الأمر ذا يمشي ها وش معناها إذا كان تضغط راه يدمر أشياء أخرى ما تعرفش أنت راك بتجيب دوره وبش تقوم بعملية إجلاء خطيرة جدا كارثية في البلاد. الأمور هذه كل هو ما يعرفهاش والناس اللي تتحمل مسؤوليتها مرة أخرى نقولها هي الناس اللي قاعدة تسند فيها الآن مهما تكون قيمة الناس هذه باش تحاسب بعد اللي هو الآن قاعد يبضع يجزر البلاد والناس هذوما قاعدين يسندوا فيها لأغراض أخرى ما نعرفش كل واحد والغرض بتاعه ويزم نفهموا أنه نحن ماشيين للهاوية ماشيين للكارثة غدوة في الأيام يمشي لك رجال أعمال في الساقس وما نعرفش شنو متاع مختصين في الجلد وما مختصين شنو يخرج ويقول له أنت عندك كذا يزمك تعطيني كذا يبطل الانسان اللي ربما من عهد البيات جده ويعرف الصنعة على جده وكبر ونمى تجارته يبطل حتى هو اللي فكر في العملية. يعني حسب رأيي قد تتحول هذه اللجنة نصر الدين من لجنة اللي ما يسمى بالصلح الجزائي إلى لجنة احتطاب من أجل جلب أكثر ما يمكن من أموال. يعني صح تقريبا العبارة جيت عليها بالضبط. نعم.